الله وبركاته. عشاق طيور زينة في قناة نور علي 80. اليوم ما شاء الله الجو حلو كلش، وفكرنا نطلع سفرة، وأول مرة أطلع ويا الكروان. نعلم على أجواء برا على مصير من طيور الهدد. هذا صوت واضح. عندنا شوي ويا الشباب طلعنا، ما شاء الله الجو كلش حلو. وضروري إذا واحد يحاول يخلي طير يصير هدف يطلع وياه يطلع من الصغر، يعني أنا مو بتعلم. ما شاء الله الجو كلش حلو، الدنمارك البحر والخضار، حتى الطير ياخذ على الأجواء. مثلا تهده من صغره، لو كبر يعني يصير عمره شهرين ثلاثة أشهر، وين ما تروح يجي وياه. إذا تعلم من الصغر مثل ما قلنا تعامله بهدوء، كلش بهدوء، ما تجبره على شيء، على راحته راح ياخذ على الأجواء. وليان كثير تقريبا يوميا يسألوني الإخوان طيري ما يحبني، طيري ما يحبني، وأنا دائما أقولها الطير إذا تجبره على شيء طبعا ما يحبك، والله سبحانه وتعالى خالقه مو للمسك، دائما أقول من أمسكه ما يخليني، ما حد إذا تمسكه يعتبرك شرطي، ما حد يحب واحد يمسكه، تعامله بهدوء تمسح عليه يظل يحبك كلش بهدوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.